الاعمال بليغ حمدي هي رح تقدم باصوات سوريه اكاديميه من طلبه وخريجين المعهد العالي للموسيقى. لبنى نفاع من طلبه بالسنه الرابعه في المعهد العالي للموسيقى اختصاص غناء شرقي، راح تقدم اكيد اغنيه ميادة الحناوي، انا الحب اللي كان، اليسار السعيد كمان طالبه بالسنه الرابعه بالمعهد العالي للموسيقى راح تقدم العيون السود لورده، سيلفي ستيمان او القديره سيلفي ستيمان هي من الخريجين القدامى للمعهد العالي للموسيقى راح تقدم بعيد عنك لام كلثوم، وبالختام راح يكون ريان جريره وهو طالب كمان من الطلاب المميزين والاصوات الواعده بالمستقبل. اكيد ريان جريره هو طالب السنه الرابعه كمان راح يقدم سواح. نحن كادر اكاديمي بحت، طلاب طبعا معنا المدام سيلفي هي خريجه معهد عالي، ولكن انا وليسار وريان طلاب في المعهد العالي السنه الرابعه، فالموضوع هو قائم على دراسه وقائم على جانب فني. طبعا يعني ان شاء الله نكون انه قادرين انه نجسد كل الجوانب المطلوبه من هذا الحفل، وكمان شرف كبير اني اكون مختاره غنيه للقامه السوريه الكبيره ميادة حناوي، واقدر اني اوصل شيء من فننا للجمهور. ملحن بليغ حمدي كلنا بنحبه، هو على الصعيد الشخصي من عشاقه، الحانه لها نكهه خاصه، له شخصيه مميزه، كل حدا بيغني لبليغ ما في حدا من الناس او ما في حدا من الموسيقيين او مستمعين بيسمع لبليغ وما بيعرفه. طبعا رح اغني له اغنيه سواح للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، وهي من الحان طبعا بليغ حمدي، وهذا شرف كبير لي مشاركه اليوم على مسرح الاوبرا مع الزملاء اصدقائي الموسيقيين.